من ضمن الزيارات اللي استقبلها النهارده الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل البطريرك ابراهيم اسحاق صدراك بطريرك الاسكندريه للاقباط الكاثوليك ورئيس مجلس البطاركه والاساقفه الكاثوليك في مصر، كمان كان معاه وفد مرافق، والزياره تمت بحضور القائم باعمال سفاره الفاتيكان في القاهرة. الرئيس السيسي أكد خلال اللقاء حرص الدولة على التنسيق مع جميع المؤسسات الدينية العريقة لرفع الوعي العام بالتحديات اللي بتواجهها دول المنطقة واللي بتهدد أمنها واستقرارها، وأكد كمان الرئيس على أهمية الدور اللي بتقوم به القيادات الدينية في توعية المواطنين خصوصاً من الشباب، وكمان الحفاظ على الهوية الوطنية وترسيخ مبدأ المواطنة بدون أي تمييز من أي نوع، وكمان نبذ الأفكار الهدامة اللي بتدعو إلى تقويض الدولة الوطنية. كمان الرئيس أكد على تقدير الدولة للعلاقات الطيبة مع جميع القيادات الدينية المصرية والدولية باختلاف أطيافهم، لا سيما في ظل النهج الحالي للدولة في إرساء قيم التعايش وحرية العبادة. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم البطريرك إبراهيم إسحاق صدراك بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك ورئيس مجلس البطارقة والأساقفة الكاثوليك في مصر والوفد المرافق له، وذلك بحضور القائم بأعمال سفارة الفاتيكان بالقاهرة. وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس أكد حرص الدولة على التنسيق مع جميع المؤسسات الدينية العريقة لرفع الوعي العام بالتحديات التي تواجهها دول المنطقة والتي تهدد أمنها واستقرارها، مؤكدا سيادته أهمية الدور الذي تقوم به القيادات الدينية في توعية المواطنين. من جانبه أعرب البطريرك صدراك عن تشرفه بلقاء السيد الرئيس، مشيدا بجهود الدولة الهادفة إلى تحقيق التقارب والتعايش والتفاهم بين أبناء كافة الديانات، ومشيرا إلى أن قيام مصر مؤخرا بافتتاح كاتدرائية ميلاد المسيح في العاصمة الإدارية الجديدة جنبا إلى جنب مع مسجد الفتاح العليم خطوة حملت دلالة رمزية ورسالة محبة وسلام للعالم أجمع.